انتقل الى الاستاذ طارق الذي ينضم الينا الان عبر سكايب من مدينه الدار البيضاء. استاذ طارق، يعني كنا قد تحدثنا يعني باسهاب عن نوعا ما الحصيله وما ينتظر ايضا الحكومه والسلطه التشريعيه عبر هذا الدخول السياسي من رهانات وتحديات، من ابرزها اكيد قد نقول خلال الاسابيع القليله المقبله هو قانون الماليه الخاص بسنه 2023. هذا القانون الذي سيكون بمرجعيات مختلفة، سيكون للإجابة على مجموعة من التحديات المنتظرة، ووفقا أكيد لفرضيات يفرضها سياق محلي وآخر دولي. هل تعتقد بأن هذا الرهان يعني هو الأكثر إلحاحا؟ وفي نفس الوقت ما هي السيناريوهات المحتملة التي قد تتعامل من خلالها الحكومة مع هذا القانون من أجل أن يكون بالفعل ملبي لكل الطلبات خلال السنة المالية المقبلة؟ طبعا سيدي الفاضل، بالنسبة للتوقعات مشروع قانون المالية، سواء التوقعات الاقتصادية أو التوقعات الاجتماعية، فهي تأخذ بالاعتبار الإكراهات الحالية بالنسبة للقانون المالي الحالي وما يعرفه يعني تقريبا من يعني نقص في الموارد، وكذلك لتلبية الحاجيات المرتفعة سواء على المستوى الاجتماعي سواء على مستوى دعم مجموعة من المواد، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 8% في نهاية غشت 2022. وبالتالي فهذه التوقعات سواء على مستوى النمو الاقتصادي أو على مستوى ارتفاع معدل التضخم ستؤخذ بعين الاعتبار، ولكن يعني بالرغم أن لا يمكن أن نتفائل يعني بشكل، ولكن ممكن أن نأخذ بعين الاعتبار بعد ما يسمى بسياسة احترازية تأخذ مبدأ يعني التقشف في بعض يعني في بعض المصاريف، وكذلك ارتفاع منسوب الحكامه على اساس ان التدبير الامثل للموارد الماليه ولو على قلتها يجدي وينفع في وقت الازمات. هذا من جهه. من جهه ثانيه هو ان التوجهات الاستراتيجيه لمشروع القانون الماليه ياخذ بها الاعتبار يعني في الاطار التنظيمي ديالو التوجهات الكبرى للبلاد، ونهم بالذكر او تهم بالذكر تعزيز القدره الشرائيه في وقت الازمات، وكذلك يعني تنزيل بعض ما يسمى بمخرجات الحوار الاجتماعي. وهذا ما يميز هذه السنه الماليه، واننا بدانا نؤسس لما يسمى بمشروع قانون مالي اجتماعي، بمعنى اننا بدانا ناخذ بالاعتبار سواء في دورتين، يعني دوره ابريل ودوره سبتمبر لمؤسسات الحوار الاجتماعي قبيل المصادقه على مشروع قانون الماليه، لاخذ بالاعتبار مخرجات الحوار الاجتماعي في يعني تنزيل ما يسمى بالاخذ بالاعتبار التوقعات الماليه من خلال مشروع قانون الماليه. ستاخذ بالاعتبار مشروع قانون الماليه سياخذ بالاعتبار جميع مخرجات الحوار الاجتماعي القضائي على مستوى الصحه، والهدف من ذلك لا محالة هو تعزيز يعني أو تكميل الموارد البشرية على مستوى القطاع الصحي والنهوض بما يسمى بالعرض الصحي داخل المغرب، وهذه استراتيجية وأولوية من الأولويات في أفق استقبال ما يفوق 22 مليون مستفيد من التغطية الصحية الإجبارية في نهاية 2022. كذلك سيأخذ بالاعتبار ما يسمى بالنموذج التنموي الجديد في أفق سنة 2035، ومن هنا نبدأ في تنزيل المشروع على مراحل بحسب الأولويات. سنأخذ بالاعتبار دعم يعني أو تحرير الطاقات على مستوى القطاع الخاص، وكذلك مساهمة القطاع الخاص في الناتج الداخلي الخام بأكثر من المستوى الذي يعني يساهم به حاليا، باعتبار أن العرض العمومي يساهم في الاقتصاد أكثر من القطاع الخاص، وهذه مسألة لا بد أن تؤخذ بالاعتبار، ولن يتم ذلك إلا عن طريق تحفيز الاستثمار، إلا عن طريق يعني إعداد مدونة الشغل القادرة على يعني خلق نوع من السلم الاجتماعي ما بين العمال وبين يعني أصحاب العمل، من خلال جو ملائم من خلال قانون تنظيم الإضراب يروم التوازن ما بين حرية العمل وكذلك الحق في الإضراب كحق دستوري، كذلك يروم إلى تنظيم النقابات لجعلها أكثر فاعلية وأكثر يعني تنظيما مما قبل، ولدورها الفاعل والحيوي في تأسيس مجتمع يسوده الحوار الاجتماعي يسوده التفاوض للنهوض بالرأسمال البشري. كذلك نقول بأن قانون المالية
ياخذ بالاعتبار يعني الاكراهات الماليه ولكن دون المساس بمجموعه من الحقوق المكتسبه. على الاقل ممكن ان ناخذ بدور الدوله في التفكير ما يسمى بالبدائل التمويليه، ونخص بالذكر دور القيمة المضافة، دور يعني مساهمة كما جاء في مثلا مشروع قانون أو في الدراسة التي قام بها يعني المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإجراء ما يسمى بضريبة استثنائية أو مساهمة يعني المداخيل الخاصة ب يعني بال بالمداخيل الخاصة بتوزيع الغاز. نعم. بتوزيع المواد المحروقات فاعلين في قطاع المحروقات في النهوض بالدور الاجتماعي للضريبه كفاعل اساسي لتعزيز القدره الشرائيه للمواطن المغربي. جميل.